اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاولى من برنامج اصحاب بالسنه الجديده هابي نيو يير عمر مهبه عم ودانا كمان لك عام وانتم بخير وانتم بالف خير الحمد لله على سلامتكم الله يسلمك كيفك عمر سنه جديده طموحات جديده كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه فكرته <تصحبت> <بخرت> بستحضر <على تصحبت> استنيت الكاميرا تيجي علي كل عام وانتم بخير اخواني اعزائي حبايبي يسعد قلبكم ان شاء الله تكون سنه جديده جميله علينا جميعا ومليئه بالانجاحات انجازات كل عام وانتم بخير حبايبي <applause> كيف حالكم شو الاخبار ان شاء الله تحققوا كل احلامكم هاي السنه حطوا اهدافكم وطموحاتكم وبلشوا اشتغلوا عليها أحكي معي بلشوا اشتغلوا عليها وان شاء الله تحققوا كل شيء بتحلموا فيه ان شاء الله كل شيء وان شاء الله نسافر كل مكان في العالم وان شاء الله برنامجنا يوصل للعالميه إن احنا شاء الله. وبرنامجنا نسافر كل العالم اوه إيه <applause> انكم بما انه كل واحد بدايه كل سنه شو بعمل بسافر لا بشرب معك اه صح صح امريكان فانيلا هالشوكليتس في شتاء 2023 بعد ما يشرب ماك شو بيعمل؟ سفرت سفرت والله سفرت باحلامي يا بنحكي عن الاحلام عن الطموحات بدايه كل سنه شو بتعمل يا عمر؟ بتكتب هيك ورقه عشان ايش بدك تعمل؟ خطط بتعرف شو بعمل بدايه كل سنه؟ شو؟ بحكي شو راح يصير بحلقه اليوم من اصحاب <applause> الى الفقره التعريفيه ان شاء الله نقله الفقره التعريفيه معنا اليوم في برنامج اصحاب السفر والهجره من ابرز احلام وأمان الشباب في 2023 هل السفر غذاء الروح المعالجه النفسيه ضحى العوامل وفي فقره ضيفنا العزيز نور ناصر تكسر ثقافه الخجل وتبدع في اعمال الخزف وكنا مع اجيال السلام وتقرير مفصل نرجع للمخططات الكبيره تبعت 2023 ان شاء الله سنه 22 كانت حلوه حكينا عن شو مخططاتكم لسنه 23 وبالذات نشوف السفر والهجره وحركات اييه هم أيوة. يعني شو آه. شو احكي لنا أيوة. عادي انت ما تقول لي اياها سفر انت كمان انت حسبي الله انا الوحيد اللي سفرتي التغت هاي السنه مشكلتي او مشكلتك ما بتعرف تخطط انت لو بتعرف تخطط ما بتلتغي ما وهذا اسمه حسد وغيرة وغيرة كل اعوذ برب الفلق شو مخططاتي؟ انا صراحة من النوع اللي ما بحب احكي مخططاتي بحب اورجيك يا سلام لا هبة لا صراحة شو هذا؟ صراحة <تصحيح> عجبني جواب بحب مخططاتي تضل لنفسي لانه كثير اتمقلبت اخر فترة عشان اذا حكيت مخططاتي وما صارت ما حتطلع بسوالي وجه بحكي مخططاتي بياخدوها بيعملوها قبلي لا أوه. انا احنا قصتنا تانية انا مثلا انا خايف هسه احكي لكم مخططاتي ما تزبط مثلاً. نيجي على نهايه سنه 23 كلهم قاعدين وخلو. شو وين اللي كنت كان لكم صح لا انا عشان هيك هي وحده من الاسباب ما بحب احكي مخططاتي بحب اورجيكم، يعني لما اعمل المخطط بحكي انه هذا المخطط انا كنت مخطط عليه من بدايه السنه. بس ممكن الناس ما تصدق بحس. ما بظبطش يعني بس المهم انت تكون ما هو مفيه. ما في شيء بتصير فجأه كمان الاشياء الخطط الكبيره ما بتصير فجأه بتحطوا طيب انتم بتحطوا آه, آه انا آه بدو يعني بدايه بتعملوا عن جد لست حقيقيه بتنمو وانا بقسمهم، يعني بقسم الاهداف الـ الـ الروحانيه مثلا، الاهداف السوشيال ميديا اهداف, عمي... <applause> الأهداف أهداف عمليه الاهداف السوشيال اهداف عمليه كيف؟ بقسمهم اعطيكم طريقه من انه انا خلصت ماستر خلصت ماستر في اداره الاعمال اعطونا طريقه والله جد ليش حسيتكم <applause> جد في طريقه بحكي لك حط هدف للجميع عزيزي المتابع حط هدف الهدف اللي انت بدك توصل مش تحكي لي يعني هدف منطقي تكون انت عن جد بتقدر توصل له انزل من الهدف خمس خطوات بالعكس كيف يعني؟ يعني مثلا انا بدي اوصل البدايه ايوه حط بس خمس خطوات يعني مثلا بدي اوصل على برنامج اصحاب انا مش موجود هون انا موجود بس يعني بحكي مثلا انا مش موجود بحكي اه انا اول شيء بدي احاول اتعرف على ناس برجع رجوع بدي اكون انا شخص بيعرف يحكي وبصور محتوى اللي قبل بدي اكون عندي معارف اللي قبل بدي ابلش مثلا على انستغرام هيك صار عندي خمس خطوات بمشي فيهم تمشي فيهم لحد ما توصل نزول للهدف مم. وجد زي الهرم بس نزول اعمل كيف 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 الهرم هيك مبادئ اخلاق <applause> 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 كرم <تصفيق> وبحكي لك ما تحط كثير اهداف عشان لما ت... انت تفتح الدفتر مثلا او تفتح البلان اللي انت عاملها تشوف مليون هدف ما تنعزل اه فحط هدف كبير اعمله بعدين الاهداف الصغار تنجزها. ممكن وجهه وجهه انا انا بحب احط اهداف كثير صراحه بس ولا مره كملتهم كامل فهمت كيف؟ بحس لو نحط هدف لو كبير وننجزه احسن شو بتعمل؟ بتحط عشر اهداف لك بهي السنه حطهم على ورقة احكي مثلا هدول العشرة، ايش الهدف اللي إذا هسه عملته راح أكون مبسوط؟ اشتغل علي هذا أول واحد. اه أهم شيء يعني خالد. أنت اعمل حاج... أه أه بيما. أحيانا بيطلع منه درر كيف هيك جد مهندس <applause> خبرة الهندسة عندك اليومين جابت مفعول يعني أنا اشتغلت بس يومين بالهندسة بس طلعوا كيف كيف لو اشتغلت أكثر؟ والله عليك. حكم حكم حكم، طيب شو أهدافك خالد؟ حالد حالد يعني حالد ما عنده اهداف ناوي تسافر ناوي تسافر هاي السنه اه ان شاء الله انا إن بحكي لك وين بده يحضر ليفربول ومدريد مم. بالسعوديه لا سنه 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 بليفربول ان شاء الله بليفربول وراح يروح على السعوديه موسم الرياض في كمان جيم اتوقع هناك في ثلاث مباريات ان شاء الله راح يتجوز كمان قريبا مبروك خالد الله يبارك فيكم يما انت عارفه انه هذا الحكي مش صح مش عارف ليش ان شاء الله كمان استنى سفر كثير عند خالد هاي السنه بتخيل ان شاء الله بس مش اكثر مني يعني اه لا احنا ما بدنا ننافس كل واحد ومجاله انا <applause> انا كل حس... انا بتعرف انه سفراتي ايش سفراتي؟ ما بروح اسبوع خمس ايام احضر مباراه وارجع انا هيك بالنسبه لي هاي السفر وانا مش مع الهجره هذا هيك سؤال جانبي شو رايك بهذا الموضوع؟ يعني شوف انا مش مع الهجره اذا انت قادر انك توصل للنجاح اللي بدك توصل له في بلدك صح يعني اذا ما. انا مثلا هدفي اكون طبيب معروف مثلا واعالج الناس واعمل <applause> مصاري واعمل عيله وبيت مثلا اذا قادر احقق هاي طموحاتي هون م. في الاردن ليه اطلع برا بالعكس خلي قدراتي يستفيد منها بلد صح ولكن اذا انا مثلا في طموح معين فكرة معينة ما بتزبط هون في البلد مضطر أني أطلع أشتغل عليها برا عشان أعمل خبرة وأرجع أفيد فيها البلد هون صفة ممكن أنك ها. تهاجر أو تسافر أو... مم. بس طلع. هي شوف يعني أنا يعني بزقف له بس هي شوف بحس آه, آه ولا يعني بحس أنا وجودي بالبلد حاسة خلص أني أنا مرتاحة نفسيا وراحت, وراحت النفس بحس وصلت يعني بتوصل لمرحلة أنه أنت بالكومفورت زون فما بحس انه انت بتطلع بافكار اكثر عندي فنكي. قناعة ثانية بهذا الموضوع زون انا بتخوفني يعني انا حسيت حالي اول ما ارتحت بالشركة اللي انا فيها وخلص صار انه الدوام عادي حسيت انه انا كثير مرتاح انا قناعاتي مختلفة فكومفورت زون على فكرة بتعرفي انا كمان نفس الاشي بحب زي آه. هيك لما 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 ارتاح بمكان معين خلص لازم اطلع منه عشان اضل اطور حالي اعطيكم اعطيكم وجهة نظري وهسه يمكن تعيطوا وتزلفوا لي من هون لبكره قبل ما نروح نشوف <applause> الفيديو انا بالنسبة لي انا رحت مكان انا ما ارتحت فيه ما خليته مريح لاضل فيه انا فعليا انا بعيش فترات من حياتي عشان اكون مرتاح ومبسوط انا رحت هاجرت اذا هناك ما ارتحت راح ارجع بس انت... لازم بالاخر اوصل لمنطقه او مرحله انه انا مرتاح في المكان انت المكان اللي بيريحك بتبدع فيه ليه لا ليه... انا انا كيف... عكسه كيف انا ما... اذا ما كنت مرتاح ببلش اعمل اشياء كثير لاوصل لمنطقه الراحه مزبوط اه صح بس برضه كمان يعني في حسن فيها حسن فيها حسن وجهات حسن نظر مختلفه يعني موضوع السفر كثير جد ان كل حدا له راي فيه صح كل واحد ايش بتحسوا مجرد. الاغلبيه يعني بتحب بتحسوا الناس بتحب تسافر ولا ما بتحب تسافر اسمع خالد عامل فيديو هذا الموضوع صح كيف بس انا اسمع صنعت لكم الجول حبيت صراحه اسف خلينا نروح نشوف الفيديو يلا في تقرير اليوم جينا هون على هاي المنطقه نسأل الناس اللي بتمر نحكي لهم سؤال كثير صغير كل حدا بيطلع فينا رحل ولكن شو أكثر نوع رحلة بتفضله ترفيهي استجمام ثقافي ديني وشو أكثر إشي بتستمتع فيه بالرحلة ومن هو رفيقك في كل رحلة تعالوا نشوف شو حكولنا في عنا سؤالين قاعدين نسأل فيهم الناس أوكي. تمام السؤال الأول شو أكثر نوع سياحة بتفضله أنا السياحة الدينية وإنت... سياحة النشاطات حلو شو أكثر إشي بتستمتع فيه وأنتم مسافرين بستكشف أشياء جديدة بالبلد اللي أنا بزورها حلو بتعلم ثقافات برضه رائع برضه بنتعرف على شغلات جديدة ممكن نتصور مع مناظر إيه. جديدة طبعاً الصور لازم نعم. لازم الصور لا السؤال الثالث والأخير مين الشخص عادي مش لازم تختاروا بعض بس مين الشخص اللي بتختاروه بس تيجي تكون تسافر مين <applause> مين مين ما قلنا ممكن نغا لا لا, نغب. لا أكيد أكيد أنت اكيد هي لا 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 ترد عليها نغم نغم ولا هي بسرعه هي اختارت نغم هي اختارت هي, هي وانت نغم آية. لا اكيد اي اكيد اي بختار اي حدا ممكن اني انبسط معه بالسفره وصراحه رفيق السفر يا جماعه اهم شيء صراحه آه. لازم اخذ حدا اذا لا اخذتوا حدا نكد لا بعدين مش لازم اكيد علي صور يعني حسبي الله هاي و... آه كل همها الصور اه اكيد كل همها الصور يعطيكم العافيه الله شكرا لكم غلبناكم بدنا نسالك كم من سؤال صغير اول سؤال شو اكثر نوع سفر بتحبيه الاشياء التراثيه و حلو. والمتاحف وهي الاشياء طب شو اكثر شيء بتستمتع فيه بالسفر بتعرف على ثقافات جديده وبتعرف على البلد اللي انا عايش فيها ممكن بصراحه الثقافات الواحد يتعرف عليها كثير شيء حلو بتعرف على الناس وثقافتها والشعب السؤال الثالث والاخير مناسبه الشعب مين رفيق السفر معاكي؟ مع اهلي وبابا تحديدا حلو حلو كثير يعطيك العافيه شكرا لك غلبناك شكرا نعم اول سؤال شو نوع السفر اللي بتفضله؟ نوع السفر يعني قصدك ثقافي ثقافي اجتماعي استجمام اه نشاطات الاستجمام يعني السفر الاستجمام حلو صحيح شو اكثر شيء تستمتع فيه بالسفر؟ أكثر شيء إنه الواحد يعمل أنشطة جديدة يعني تجرب يجرب يجرب الأشياء يتعرف على الناس طب في حدا مفضل بتطلع معاه والله أنا بيني وبينك بفضل إني أطلع مع أهلي حلو أه يعني هم هذا الجواب بحبه إنه بتطلع مع أهلك بقدر وقت معاهم صراحة محتاجين هذا الاشي عندنا ثلاث أسئلة صغار السؤال الأول بتحبوا تسافروا صح؟ أه. أكيد طبعاً شو نوع السفر اللي بتحبوه؟ نبلش استجمام ثقافي ديني استجمام 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 اكيد استجمام. استجمام. استجمام, استجمام. طبعا الشعب مش مهتم الا بالاستجمام <applause> عندنا ضغوطات من الجامعه السؤال الثاني شو كان السؤال الثاني اه شو اكثر شيء بتستمتعوا فيه بالسفر يعني الطبيعه والجو اللي فيها حلو والاكل طبعا اي شيء المهم <applause> اطلع من هون اي شيء المهم اطلع من هون تطلع من هون شو شو في من وين هون انت زيها اطلع من هون اطلع من هون بتسلم كل شيء عادي يعني ما اي شيء بتستمتعوا فيه بس يعني انكم تطلعوا من هون من من الجامعه امتحانات وصعب السؤال الثالث جبتيه مين رفيقك بالسفر؟ صحباتي بس فريند اهلي اهلي صحباتي صحباتي يعني اثنين صحباتي واحد اهلي شكرا لكم غلبناكم يعطيكم العافيه اول شيء ما شاء الله طويل كثير اول مره بحس حالي كثير قصير <تصفيق> حبيبي بدي <applause> اسالك ثلاث اسئله تفضل حبيبي السؤال الاول أه. شو نوع الرحله اللي بتفضلوا صراحة أنا بفضل رحلة الاستجمام حلو كل الأردن أصلا 100% احنا عايشين هون بضغط <applause> السؤال الثاني تفضل إيه شو أكثر شيء بتستمتع فيه بالرحلة؟ صراحة أنا عادة بحب الأماكن التاريخية حلو الأماكن السياحية التاريخية بتشوف ثقافات صراحة جدا آه خاصة يعني أشياء أعطيني. قديمة أعطيني مكان هيك جد معلق ببالك أنا بحكي لك يعني آخر مرة آخر سفرة أنا رحتها كنا في في تايلاند اه كان في متحف آه او معبد العفوت معبد بس مش ذاكر اسمه صراحه كان جدا قديم يعني حجاره منحوته من 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 200 300 سنه مش مذاكر بالضبط ولكن بتحكي كثير تاريخ يعني بس استمتعت فيها جدا جدا صراحة. طيب من الرحل بنقصها شيء واحد آه. رفيق صراحه زوجتي زوجتي تمارا زوجتك هي خلص ما في مية, مية بالمية يعني الله يخليكم ولا بعض وإن شاء الله تتهنوا <applause> وشكرا لك قلبناك بلاك العافية شكرا. شكرا وهيك بنكون وصلنا لهذا تقريرنا احكوا لنا بالكومنتات شو أكثر نوع رحل بتحبوه استجمام ثقافي ديني أو أي شيء بدكم إياه واحكونا برضو بالكومنتات شو أكثر شيء بتستمتعوا فيه ومين راح يكون رفيق السفر معاكم بنشوفكم بالتقرير الجاي مع السلامة يا تخيلوا انه في ناس ما بتحب السفر شو استنى اه الشمس لحالها يلا واحد اثنين اثنين في هذا طرد الحمد لله تخيلوا انه في ناس كيف يعني ما بيحبوا السفر؟ انا عارف والله واحد الواحد بطلع عارف توبي زاكي هذا بمهارات الحار امم تخلصوا بعد الحلقه <applause> بس يكون شغله ممكن ما يحبه ولا شو رايك يا عمر؟ ما هو لا استنى جماعه ستيكس ختم صحيح صحيح آه، لما يكون شغله هو ما لا يعتبر مسافر يعني لما انا اكون مضيف الطيران انا مو مسافر انا السفر القصد منه تنزل على البلد وتلفلف وتعمل اجواء لا بس ما هو قصمة. في في ناس برضه كمان مش بس المضيفين الطيران والطيارين في كمان ناس شغلها تسافر رحاله يعني مثلا حد آه، يكون آه، مستمتع او مثلا بيشتغل بمؤسسه المؤسسه هاي مثلا بت، بتسافر علشان تجيب معلومات معينه او بتسافر عشان تعمل مؤتمرات معينه هذا مو مسافر هذا رايح يشتغل اه بالظبط حسب انا المسافر قصدي فيه انه مسافر رايح يلف يشوف يتعلم كإجازة يعني استجماع اه في ناس ما بتحب كثير ناس عن جد ما بتحب يعني انا بالنسبة لي من لحظة ما أضب الشنطة لأوصل المطار حتى أجواء المطار اللي بعملها كيف هيك تشرب قهوة وتصور الصورة تاعت الجواز السفر لازم يكون التيكت شوي طالع بس ما يكون التكت. مبين المكان الجواز السفر هاي مش صورة عشان, ما يعني <applause> عشان ما يعني هاي لازم يعني هيك ما مع هيك هيك بتكون ولازم <applause> لازم تحذر الناس انه أن أنا مسافر وهيك، <applause> آه. هذا بالنسبه لي اجواء غير لما اوصل على البلد انت يعني في بحب. عندك في عندك سفره بالمطار قبل السفره اه بحب اجواء والله الدوار. كثير بحب السفرة تعرفوا انه في ناس انا منهم على فكره بتحمس بالتحضير للسفره اكثر من أكثر السفرة, السفرة. انا كلها بتحمس يعني هذا جو الحماس عرفت انه ايش بياخذ معي ايش حتى سفرة لما سفرة ارجع سنعمل. بتحمس اني راجع عشان اخطط للسفرة بعديها فاهم كيف والله انتوا اسمعوا يعني. انا انا بصراحه من الناس اللي بتفهم فكره انه صعب تترك بلدك حتى بالسياحه يعني انا لما بطلع بسافر مثلا اكثر من اسبوع او اكثر من 10 ايام خلص ما بعرف حتى لو كنت في بلد كثير حلوه في شيء بضل بيرجعك بي. طبعا بدك تروح على على تختك رعادي. على بيتك عند اهلك عند اصحابك ناس بيسافروا شهر وعادي ما بيشتاقوا لاصحابهم الناس اللي بيسافروا شهر 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 بسافروا هلا آه. انت لو صح لك تسافر هذا الشهر يا خالد يا لبيب وتكون مكاني وتحضر المباريات يعني. بنساكم كلكم 100% بالمية فاسكت عمر شبه <تصفيق> 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 طب هل تعلموا انه في دراسه تحكي انه اليابانيين ما بحبوا يسافروا؟ هل تعلم انه هلا احنا بنفضل مش كثير <applause> ليه؟ هاي الدراسه يا جماعه الخير صارت في مسح اجرته شركه اسمها مورنينج كونسلت وهدول شاركوا فيه 16 ألف شخص من 15 دولة حول العالم فالشعوب الآسيوية أكثر الشعوب اللي ما بتحب السفر بس بما أنه أنا أعتبر من قارة آسيا إحنا كأردن قارة آسيا بحكي لكم الشعب الآسيوي لا <applause> وكانت النسبة الأكثر لليابانيين اللي 35% منهم أكدوا أنهم لن يسافروا مرة أخرى مطلقا تخيلوا هدول مش أنه ما بدهم يهاجروا لا 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 ما بدهم يسافروا حتى سياحة تخيل يعمل الإحصائية عندنا بيطلع 90% احنا <applause> <applause> احنا مش قادرين نسافر <applause> احنا مش قادرين نسافر <applause> 100% من الشعب بده يسافر، <تصفيق> <تصفيق> ممكن اليابانيين عشان بلدهم حلوه يا جماعه بس ما دخل السفر يعني مش يعني بلدهم حلو عندهم كل شيء، ليه يسافر الواحد لو عندك كل شيء؟ ما دخل جد. السفر تتعلم ثقافات بتتعرف على لو علقات. الثقافات اجتهم ما ما دخل يعني السفر نفسه البروسيس حتى لو حتى بتعلم بتغير تفكيرك كثير شو ما كانت بلدك قد ما كانت بلد حلوه وعظيمه وبتجنن بيضل السفر بتروح يا زلمه بتتعلم معلومات جديده صح. انا انا بت انا مع السفر بتغير, بتغير يعني انا مع السفر انتم فهمتوني انا مع السفر بس انا بعطيك وجهه نظر كواحد يعمل لك هيك بعطيك <applause> وجهه نظر واحد ياباني ليه انه هو ما بده يسافر ولكن ما انك حكيت اليابانيين في عندي نسب اخرى جنب اليابان في كوريا الجنوبيه نسبتها اللي ما بيحبوا يسافروا 15% الصين 14% والمفاجأة زائد مصري أكثر ناس بيسافروا صينيين بكل مكان. مكان هم كثار هم كثار الصينيين والروسيين بكل مكان زائد مصاريف الشحن هي الورقة كلها أم الولايات المتحدة <applause> بنسبة 14% ما بيحبوا يسافروا هدول <applause> لأنه بيسافروا جوا أمريكا بحس لأنه أمريكا فيها كل شيء عشان عندهم كل الثقافات فعليا أمريكا جامعة كل شيء بعدين المكسيك 11 روسيا 11 روسيا كثير غريب الروسيين بشوفهم وين ما وين ما سافرت على فكره انا الروسيين والصينيين مو مقتنع عنهم انه ما بيحبوا يسافروا كل, كل الدنيا انا مش مقتنع ابدا في فرنسا بعدين الهند عشرة وانا <applause> شفت الهند كلهم موجودين انا شفتهم <applause> بكل مكان <applause> الهند الهند ما فيها هنود اصلا خلصوا كلهم هاجرين كلهم مسافرين <applause> بعدين استراليا واخيرا استراليا 9% والبرازيل 8% ارقام نحن بنحكي عن مبالغ مخمة. انت بتحكي عن مبالغ ضخمه يعني مبالغ. اذا بتسافر لك في اليوم سفرتين ثلاث يعني <applause> كويس بتجه... <applause> شكلك فاهم يا نصه يعني صراحه مش عارف ليش الواحد انا بالنسبه لي ما عنده السفر الواحد سافر عشان يتعرف على ثقافات ولكن هدول شايفين انه الثقافات عندهم وما في داعي او تجربتهم ممكن سيئة شوي ساي... ممكن يطلع على بلد هو يتفاجئ انه هي كثير سيئه يعني بتعرف اول, أول واحد بتصادفه بالبلد هو وجه البلد صارت معك آه آه. عمرك سافرت على بلد آه. وخلص قعدت انا ما راح ارجع هون اه الماني سافرت عليها اول واحد شفته يعني مش كرهني بالمانيا حتى المنتخب <applause> الالماني كل شيء كل شيء اللي دخل صراحه كيف كل شيء بيربطه بالمنتخب الله الله لا يسامحه طيب انا عمري صراحه لا ما رحت على بلد ما لن اسامحه انا ابدا عيشني اسوء اسبوع يمكن بحياتي بس انا ما, ما بحكم انا عشت تجارب كثير <applause> سيئه ببلدان بس ما بحكم على البلد منها من من شخص من شخص هو شخص أو من تجربة. انا انا رحت على رحت على مدينه حكمت على المدينه مش على البلد لانه رحت على مدن اخرى في نفس هذا البلد وكانت حلوه السفره مم. رحت على ايطاليا على ميلان أسمع. ميلان من يعني انا بعتذر للشعب الميلاني <applause> اللي بيتابعنا <applause> <applause> لا جد <زلت> بتحكي <applause> ابدا مش حلوه البلد المدينه بالمره بس مثلا لما أسمع. رحت على روما كانت آه. كثير حلوه بس طبعًا. ميلان كثير اسمع يعني في ممكن اسال يعني كثير الناس اللي فيها هيك ممكن اغير وجهه نظري وارجع المانيا ولكن هذا الحكي طويل جدا وشائق شائق ولا شيق المهم هو مشيأ. 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 شائق مشيق عنه شائق مشيق بس خلينا هسه نطلع فاصل عشان طيب هسه يطلع لنا رامي من هون <applause> ساعه يلا فاصل 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 يا اخي احنا بنحب نسولف لو ايش بتخلونا ما نسولف <applause> اه جد فاصل وهذا طبعا البرنامج <applause> الى الفاصل الاعلاني شركه مين شركه زين ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل حديثنا عن السفر اللي بنعرف انه علاج او غذاء للروح، يعني احنا كثير بحاجه للسفر لاسباب كثيره، لكن كيف نحضر للسفره وكيف نتاقلم بالدول اللي بنروح عليها نفسيا وماديا؟ خلينا نستقبل المعالجه النفسيه ضحى اهلا وسهلا فيكي اهلا اهلا اليوم مش كثير رح احكي بالنفس قد مع السفر بس آه اكيد داخل يوم فيه شيء نفسي حلو المفروض اه في السنه الجديده كل سنه وانت <من> سالمه وانت <applause> سالمه يا رب سالمه آه. ان شاء الله السؤال الاول او يعني, <applause> يعني يعني مش سؤال اول صراحه هيك شيء حديث يعني اكثر مكان آه. او احلى سفره لك ايطاليا 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 بتعديها كل سنه بعيدها انا اللي بعيدها طب ليش مميزه؟ هي مش احلى بلد بالعالم بس جامعه احلى شغلات بالعالم بالنسبه لي اكل زاكي فيه اشكال حلوه فيه لبس حلو فيه آه طبيعه حلوه فيه اثار حبيت اشكال حلوه فيه آه. صراحه اه يعني في اشكال هو هذا رايي يعني الواحد <applause> هو ماشي بالشارع <applause> بحب يشوف ناس حلوين ومتكتكين ومظبطين بحب ياكل اكل زاكي بحب يشوف اثار يعني هي متحف مفتوح بالهواء الطلق يعني بالنسبة طيب لك روما. هي يعني أو بدي أعرف مدينة ما بتزهي قد ما زرتيها روم هل في زرتيها بحبي... أكتر من مرة سبع مرات لهلأ وكل سنة لي كل, كل سنة مرة بروح بت... على إيطاليا على محل تاني إلا ما أرد بروم روم, روم. وبحب فلورنس آم. نسيت اسمها. طب سؤال صغير <applause> عادي عادي هسه بس سؤال صغير روما كل مره بتعيديها بتعيدي نفس الاشياء اللي بتعمليها لا الحلو فيها انه كل مره بعيدها بكتشف انه في اشياء جديده انا مش رايحتها ومش عملتها برجع بعمل وممكن اعيد نفس الاشياء اللي انا حاببتها جزء من الاشياء اللي انا بحب ارجع اشوفها مره ثانيه حلو أوه. طيب دوحة سمعنا انك هاجرتي 8 سنين تقريبا آه. تقريبا، احكي لنا عن هاي التجربه اكثر. هلا هي ما كانت هجره يعني مش انا اللي قررت اهاجر، انا كنت متزوجه بهذاك الوقت وزوجي بهذاك الوقت كان هو عم بتخصص، فانا رحت معه على امريكا وقتها. وكان 8 سنين. وكانت آه كانت سبع سنين، انه سنه مم. من الهجره كانت ببريطانيا انا درست أوكي. ماجستير، كان برضه لنفس الاسباب، كان بده بعد بعدين قررهم. ايش بدك تعرفي عنها يعني كيف كانت الاكسبيرينس تبعتك انه الهجره ومكان مش تنصح مش فيها يعني اكيد ما بنصح فيها انه واحد هيك بده يهاجر لحاله لا ولكن بنصح الشخص اللي معلق بمكانه فتره طويله وبصحله وعنده هذا الـ الـ خلينا نحكي انه حياته بتسمح له انه يسافر برا لهدف معين آه، لأولوية معينة مثلا ممكن إنه مثلا مثلا <applause> إنه في عائلة ممكن بدها تهاجر عشان مثلا إنه يكون عند أولادها جواز سفر معين لأنه جواز السفر اللي عندها مش كويس إذا صحيت لها الفرصة طبعا لفرصة أحسن أوه. يعني بالضبط إذا واحد مثلا حابب إنه يكون عنده خبرة بمجال معين مش ملاقي حاله هون هاجر شوف كيف يعني زبط امورك واحد مو صح له شغل هون صح له شغل برا بأوفر احسن ليش لا بروح بس اذا هيك بس والله بدي اهاجر يعني يعني اذا كان شغلك ظابط هون وحياتك ماشي هون ما بتنصحي انه الواحد يهاجر لا بصراحه كثير صعبه كثير 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 صعبه انا كان يمرق علي مرات ايام هلا انا كمان اول ما هاجرت على امريكا كان ممنوع اني انا اشتغل مش قانوني اني انا اشتغل كان لازم اطلع شيء اسمه امبلمنت اوثرايزيشن وانا بنت متعوده انه دائما طالعه ورايحه وجايه وبشتغل ومعتمده على حالي وكذا مزبوط كنت صغيره بس انا حتى وانا بالجامعه كنت اعطي دروس خصوصي لطلاب م. مدارس فعندي هذا الشيء ما بحب اضلني قاعده وحاطه اجر على على اجر فلما رحت هناك كان يمر علي عن جد ايام هبه يعني انا لانه زوجي بهداك الوقت كان يتخصص فكان يغيب 30 ساعه و35 ساعه، أوه. يعني كان في ايام ما ينام فيها ولما يرجع البيت يضله نايم، فانا كان يمرق علي ايام ما اقوم من التخت. يخلق اكتئاب بقى. عندي اكتئاب ما بدي اقوم، ليش اقوم؟ لشو اقوم؟ لا في شغل ولا في اهل ولا في اصحاب، اضلني بالتخت. عن جد بعدين صرت احضر برامج تلفزيون هلا مستحيل إني هلا يمكن بس بحضرنا <تكلم> اي شيء <تكلم> كنت احضر برامج زي الرياليتي شوز هدول جاري سبرينجر وكيف بتحسي الاي كيو تبعك ومعدل الذكاء تبعك هيك يعني بخوض بالارض اه بس انا دائما بنصح عشان الواحد اللي بده يطلع من من هذا الجو ويطلع من هذا الاكتئاب هلا انا كنت ممنوع اشتغل بس مثلا رحت سجلت بجيم حلو <applause> لاني بدي اشوف ناس وبدي اتقابل يعني. يعني بركي تعرفت على صاحبه بركي تعرفت على ناس وضعهم زيي مثلا انه مو قادرين يشتغلوا <applause> بركي تعرفت على عائله او كابل زينا انه ممكن مثلا يزورونا فح. ازورهم كثير غير يعني كثير بغير ففي سنه من السنوات كنت اقضي بالجيم خمس ساعات واو. لاني ما بدي اروح <تصفيق> 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 لا ما كان بودي بيلدينغ حفّت 10 كيلو وانا ما بدي انحف انا على نفس الاكل وعلى نفس اللايف ستايل ما غيرت بس كنت العب يعني بتروحي يعني على, الجيم على من غير هدا هيك بس اه تسلايه هيك اضلني على التريدميل اضلني على الكروس اضلني على الهاي لاني ما بدي اروح لانه الوحده بالبيت صح قاتله صح 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 صح. فانا نحفت 10 كيلو بدون ما انا يكون بدي انحف بس كيفت يعني <تصفيق> <تصفيق> طب هسه بشكل عام كنت هسه بنحكي عن موضوع الهجره انه آه. بالاخر ما بدك الهجره تكون خلينا نحكي استعباط انه آه يلا طبعاً. بدي اهاجر يلا سلام اكيد اه شو الصعوبات اللي انت واجهتي ايش يعني خلينا نحكي او الصعوبات اللي ممكن اي حدا يواجهها بالهجره شوف هلا احنا اللي بيميز مجتمعاتنا وبلادنا انه احنا اجتماعيين مش بس اجتماعيين احنا ننتمي يعني انت ما بتلاقي واحد مقطوع من صحيح. شجرة حتى لو ما كان عنده عيلة في صحاب في حتى محيطك بالشغل بيسألوا عنك إحنا دافين عنا دفع بنسأل على بعض كذا المجتمعات الغربية نسبة الاكتئاب أكبر فيها لأنه ما ما بنتموا لكميونتي لمجتمع لدائرة معينة لحلقة كل حدا لحاله كل حدا لحاله كل حدا خلص الدنيا هاي هذا أصعب إشي أنا واجهته بالهجرة ما في سبورت system هذا النظام الداعم لإلك العيلة الأصحاب ما في فأنت كل شيء لحالك يعني أنا كنت أفطر وأتغدى وأتعشى مع أمي على التليفون وهي بالأردن وأنا بأمريكا ما فيديو كول كول آه أفتح فيديو كول بعدين كمان بصير في عندك توقعات وبتصير تعصب لما تزور هلا بنحكي على الزيارة على الأردن <applause> <applause> فهو أضبط إشي إنك أنت تحاول إنك تنتمي كيف بدك تدور على إشي تعمله بدك تلاقي على جي... تدور على جيم تشترك في. بدك إذا أم عندها أطفال روحي على البارك اعملي هالروتين اليومي روحي لك ساعة ساعتين إلا ما تتعرفي على أم زيك عندها أولاد صغار أم. ايش كمان؟ أنا مثلا رحت سجلت كورس اسباني، بدي أتعلم اسباني لأنه خلص مش قادر أضلني بالبيت، بدي روتين حتى لو مرتين بالاسبوع أنه في شيء أتطلع له أنه هلا في حصة الاسباني. لما رحت على هالمعهد هذا هم جدا ناس لطيفين وأنا لهلا صاحبة معاهم. قالوا لي آه أنه أنتِ عربية وبتحكي عربي ووالدتك فارسية وبتحكي فارسي، تعالي درسي عنا عربي في ناس بحبوا يتعلموا. حلو. فهيك بلشت أنه أعطي حلو. دروس. حلو. اعمل علاقات بلشت كمان اخذته كشغل يعني اه, آه وشوي شوي بلشت كمان اعدل شهاده الصيدله اللي اخذتني سنت يعني صعبه صعبه اخذتني سنتين وهيك بس برضه خلتني اتعرف على ناس زيي وناس برضه عم بيعادلوا شهاداتهم في جروبس على الفيسبوك في يعني الواحد يدور ينكوش صعبه اولها بس يعني أو أو أو. مع الوقت المفروض الواحد يتعود يعني انا بالنسبه لي تنذكر ما تنعاد صراحه <applause> طب هلا حكيتي عشان رجعتك على الاردن كانت كمان برضو رح تلاقي آه. صعوبات في ناس ما بيقدروا يستحملوا انه يكونوا بوسط اللي هو الاهل والاصحاب بحبوا دائما يكونوا بعاد او تعودوا دائما يكونوا بعاد اه بعيد. لانك بتتعودي صح بالمية هل هاي حاله نفسيه انا صراحه فتت فيها آه. لفتره لانه درست لحالي وبعدت آه. شوي عن اهلي هل بتطلع هيك على اهلها هي مش من حاله أنه نفسية. إن خلص صوتكم عالي هيك غربين. هي مش حاله نفسيه هو انا بالنسبه لي, لي هذا الصح للصراحه <applause> آه. اي جزء منه الصح عشان هلا ما يقول لك انه انت بتشجع بتشجعي البعد, البعد, البعد ولا لا الصح انه الشخص يكون عنده استقلاليه بعد عمر معين يعني انا ما عم بحكي على رجعتي الكامله على الاردن انا حتى للزيارات بعد فتره معينه بيضوج الواحد صح. لانه بيقول لك يلا عزايم يلا طب ما انا هناك انا ملكه نفسي انا بقرر اذا اروح صح. أن غير الروتين انت بقرر ايوه على شيء اه بصير صعب الواحد انه ينخرط بهالاجواء اللي زياده عن اللزوم يعني هي نعمه بس صح. برضه يعني بس ممكن, ممكن انها نقمة شوي. طب بس كنت تزور الاردن كنت ترتاحي نفسيا ولا كنت كثير عزايم لا كنت في عزايم كثير يعني ويمكن ال10 كيلو هذول كنت اعوضهم بال بالشهر اللي كنت انزله على عمان بس هي الرجعه على الاردن انا بدي احكي على التوقعات بتصير انت تتوقع انه انا راجع على الاردن يعني الكل بده يفضالي كل صحباتي هلا بدهم صح. يحطوا لي مشاريع واشياء انه ضحى اجت يلا فضوا توقعاتك. فهو يعني. الموضوع ابدا مش هيك نهائيا كل حد عايش حياته كل واحد عايش حياته حياته انت رحتي انت اجيتي احنا شو دخلنا اوكي بتشوف اصحابك وصحباتك وكذا بس يعني مش مش مفروض يعني الواحد مش يكون عنده هالتوقعات العاليه يعني بس انا كنت صغيره شوي ف معلش صح صح وهذا الاشي ترى كثير بياثر كثير اخواني بيسافروا بيجوا بس يرجع بيكون متوقع هسه شهر آه آه آه. انجازات بدنا نعمل آه بقول شو واحد مشغول يعني بدرس كل حدا <applause> شكرا لك دائما منوريتنا ودائما بصمتك حلوه يعطيك الف شكراً عافيه كتير. الله يعافيك بنشوفك بالحلقات الجايه اكيد ان شاء الله تكونوا أكيد. استفدتوا من هاي النصائح الحلوه ونتمنى لكم سفرات حلوه خلاص نطلع فاصل ومكملين مع اصحاب رعاية شركه زين ورجعنا بعد الفاصل في كثير مهن كانت مقتصره على الذكور، وتحديدا المهن اليدويه اذا بدنا نسميها هيك، لكن ضيفتنا غيرت هذا المفهوم، خلينا نستقبل احنا وياكم نور ناصر صاحبه مشروع My Pottery World اهلا وسهلا فيكي نور شكرا نورتي الاستديو حلوين الاعمال تبعونك ثانك يو ماتش انا راح اخذ الصفره مبدئيا طب... تمام <applause> انا عجبتني هاي ال... هذا اللون ايش اسمه لافندر اها <applause> آه <أوه تصفيق> لافندر حلو ليلكي ليلكي <applause> يس حبيت انا راح اخذ الصفره وبعدين نتناقش هذا الموضوع حلقه انت بتعملي خزف يس وعالم الخزف والفخار مش إشي سهل يس شو اللي خلاكي تتجهي لهذا العالم؟ بصراحه بلشت كان نفسي بس انه اجرب امسك الطين والعب فيه واعمل اي قطعه وب 2017 بلش مشواري بس هيك اخذت ون كلاس وبعدين علقنا لهلا حلو انت اخذت كلاسز عشان <applause> انه تعلمت بعد الجامعه طبعا كنت درس اكاونتنج بالجامعه وما له دخل اللي حاليا بعمله باللي سويته ايام الجامعه <applause> كيف الواحد ما بيكون حاسب بحسابه بدرس وايش لسه بدي احكي لك هيك انت اصلا جاوبتي على السؤال تقريبا هلا احنا بدنا نعرف انت هذا الموضوع اللي اللي بتعمليه او الخزف بالنسبه لك هوايه ولا مثلا خلص هذا امتهنتي هلا هذا اللي بتعتمدي عليه ماديا مثلا هلا هي بلشت كهوايه وسبحان الله طورت شوي شوي لبين ما وصلت اني فتحت مشروعي ماي بوتري وورلد صرنا نستقبل فيه ناس ونعمل فيه كلاسز ونعمل ايفنتس برا واعياد ميلاد كل هاي الاشياء بنعملها فانتقلت من مرحله انها هي هوايه لانها صارت ماي كارير وبنحاول ننمي هاي الاشي بالمجتمع عشان هي اشي من الاف السنين الناس بتستعمله اللي هو الفخار والخزف والسيراميك بس سبحان الله تتبدل الاشياء فرجع هذا الاشي ترندنج بالميدل ايست الناس حلو. كتير عم تتعلم هذا صح هي زي ما احنا بنشوف هون الاستديو تبعك صح موجود ببيتك يس يس. كيف كيف قدرت تسيطري انه يعني انا يعني انا عندي مشروع بس ما قدرت يكون ببيتي احكي لنا عن هاي التجربه اكثر انه عندك الاستديو الخاص تبعك جوا بيتك هلا هو مش بالضبط جوا جوا البيت هو بالضبط لزق البيت يعني اخذت شقه بالضبط جنب بيتي وحطيت فيها لانه البت بتمسي سو so اذا بدي احط هذا الطين اتوقع أوه. برا البيت بس <applause> مصيبه ماما بتطلعني آه آه آه. <تصفيق> <تصفيق> والله رامي <applause> منور رامي منور بالفيديو <applause> وزي ما انتم شايفين كمان في مش بس إشي للكبار هذا ممكن كيدز وممكن كمان ناس كتير كبار بالعمر يشتغلوا فيه فانه تو مانج بنرتب مواعيد الحصص وكل هاي الامور بنعمل سكجول بناء على امتى عنا افيلبل كلاسز ويتماشى مثلا مع الموظفين والطلاب والناس أحسن. المتفرغه طب قد ايه قد بياخذ للشخص يصير متقن لهاي المهنه يعني يبطل انه والله بس بعمل هيك اشياء حلوه في الطين لا لا اصير بروفيشنال مثلا شب. زي نور هلا يمكن تتفاجئ ممكن من حصه واحده لانه حسب التكنيك اللي احنا بنمشي فيه او ممكن تاخذك ا كبل اوف مانس عندنا احنا نوعين في على الدولاب الكهربائي زي هيك وفي عندنا البناء اليدوي اللي ما بنحتاج فيه هذا الجهاز نشتغل فيه فكله بتشوفوا فيه results it's not hard مش اشي صعب بس بده استمرارية يعني you need to practice in order to make your pieces زي ما انت حاببهم لازم تتدرب علشان بزبط. تقدر تعمل المنحوتات بالطريقة اللي بدك بالضبط بالضبط طب انتي قدي اخذ معاكي وقت um, honestly تتعلمت couple of months لاني كنت يعني on <applause> and off انه كان couple of days a week اروح وبعدين هي انك تطور المهاره تصير مثلا متقنه بشكل انسيابي وحلو نيد تو براكتس عشان توصل للشكل اللي انت حابب تعمله هلا معقول انت زي ما حكيتي يعني باشهر قليله مثلا ممكن اصير فيها محترف بهذا المجال yes. هو مش إشي معقد في خطوات اساسيه بنمشي عليها وانت كل ما تدربت عليها كل ما صار الشغل تبعك انظف كيف لما نتعلم لغه مش ما بيكون في صعوبه في البيسكس بس ليش في ناس اشطر من ناس لانه في ناس ممكن تحكي تدرب تدرب تعمل أكثر. هذا الشيء شو قد ايه بسط الموضوع ما احلا صراحه انا صار جبالي اروح اتعلم انا عندي سؤال شخصي لها الي صراحه بعيدا عن اي شيء على <applause> <applause> للبرنامج في ناس بيجوا عندك بس انه هيك فور فان مره بدي اجي بس هيك يس <applause> هلا في عندنا احنا اكتيفيتي الناس انواع اللي بتيجي عندنا في ناس بتيجي بس كهوايه في ناس بيكون مثلا زهقانين هن واصحابهم، بدل مثلا ما نروح على قهوه او شيء، بنعمل شيء مفيد لانه القطعه اللي بتعملوها بتاخذوها بتستلموها بعد ما صح. تنحرق وتجهز، فانت هذا بيعطيكي الشعور بالساتسفاكشن، صح. وشغله ثانيه بيجوا ناس كمان ما زي ثيرابي انهم مضغوطين من الحياه ما بيهمهم شو بيطلع معاهم أو بس بس لانك لما تقعدي تمسك الطين او تقعدي على الدولاب خلص مخك بيروح صح. كل إشي فيه وبيكون هدفك انك تركزي على القطعه انك انت تعمليها بطريقه حلوه كثير بتعرفي في ناس كثير صايرين جديد يحبوا يحضروا فيديوهات الناس اللي بتعمل أنا طين أنا فما بالك <applause> ما بالك اذا بس بتروح تسترخي تعمل <applause> انت تمسكه عن جد اتس فيري نايس كثير حلو بلس كمان في ناس بتيجي بتعمل زي لايك like مشاريع صغيره سو so, طيب. ممكن يتعلم شغله يعمل مثلا يا قطعه صغيره ات از زي هاي مثلا مم. البيضه طب هدول جد قد ايه بياخذوا مثلا لونها اصفر قد ايه بتاخذ معك وقت هلا كنت تعمليها doesnt take a lot of time احكي ماكسيمم بتوين 15 ل 20 يعني 15 oh. ل 20 دقيقه تقريبا اكزاكتلي exactly. بس هي الفتره ما بين ان نحرقها بدنا فتره انتظار لتنشف الطين وفي لمعه فيها كمان بالضبط المرحله اللي وراها بعد ما نحرقها تصير فخار بنحط عليها الجليز اللي هو شايفين بالوان واشكال مختلفه احجزها من هلا هاي <applause> صراحه استني الجليز اللي هو نحرقها. اللي هو اللمعه مش اللون يس هلا اذا أوه. اذا بنشوف احنا بنبلش رح بس اتناول هاي القطعه أيوة. هاي قطعه الطين اللي احنا بنبدا فيها هاي أه هلا هي جامده <applause> طين اشوف يمكن ياي هذا الطين اللي بنشتغل فيه اللي بيطلع معنا كل هاي الاشياء نار <applause> اسعد احجز عندك حصه <سهد> اهلا وسهلا صراحه <applause> بعد ما نشكل القطعه بنتركها زي ما حكينا تنشف تماما وبصير فخار بعد الحرقه الاولى هاي القريبه منك البيضه اه بتلوني بعدين بتلونيه وبتحطي عليه بعدين بنحطها بالفرن مره ثانيه هذا كيك اه اه <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> انت متخيل انت متخيل انه هاي من هاي <applause> بالضبط والله فخم <applause> هاي هيك زي العمليات التجميل بيفور اند افتر بس تتفلسف على البنات انت حلو حبيت صراحة الله يسعدك طيب هل بتعتبري هاد خلينا نقول مثلا حرفة ولا هو فن أكتر يعني أنت لوين أنا من بت, بت... بعتبره نوع من أنواع الفن حرفة إذا بدي أسميه حرفة هي بدك تكون يعني let's say إنك you're working بمصنع مثلا صح. حرفة معناته أنا مطلوب مني أعمل من هاي القطعة عدد معين كل يوم قسم الرسم بالضبط مثلا المحسن. بدي أرسم بسموهم اه اللي هم الفنون البصريه بالضبط فهلا احنا ليش بعتبرها هي نوع من الفن حتى اللي بيشتغلوا قطع فن لانه هو بيعملها قطعه بقطعه بناء على هو شو حابب يعملها يعني مثلا ليت سي انتم اجيتوا عندنا يوم رح نعمل نفس الشرح لكم الاثنين بس رح تشوف قطعتك غير عن قطعته صح فهون بنترك احنا هاي المساحه عشان انت تبدعي وتظهري عندك حلو. الجانب الكرييتيف وتكتشفي ممكن موهبه جديده او هوايه حلو. جديده بس تعرفي انا كثير عاجبني فكره انه انه انت صبيه وعم تعملي هذا الحكي لانه عاده لما يعني بالستيريوتايب اللي موجود براسنا احنا صح. معروف انه النحات هيك زلمه عضلاته <applause> كبير <applause> وموسخ وعرفتي فهاي صارت معي اول صدمه بالجامعه في صبايا اثنتين بوجه لهم تحيه تمارا ولين اسمهم نحاتين هيك هيك صغار هالقد البنات هالقد هيك طولهم فعاملين ديكور كانوا مسرحيه واحجام وما آه. انه مين اللي عامل ديكور طلعوا هيك من ورا عرفتي فعشان هيك بقول لك انه كثير يعني بصراحه حلو انك تشوف وحده من الصبايا في الاردن قررت انه لا يا عمي هذا في إشي اسمه بس للشباب احنا بدنا فيه. نعمل كمان هذا بالضبط هي للاسف زي ما حكيت هي تفكير المجتمع انه هذا الإشي بس لفئه معينه انه ما بزبط مثلا البنات هلا اكيد بنواجه بعض الصعوبات في الاشياء بس هلا انا بساعد كل الصبايا اللي بيجوا عندي يعني في كثير الحمد لله قصص نجاح بيعملوا مشاريع من البيت او مثلا اسسوا مشاريع خارج الاردن لانه احنا كمان عنا نظام الاونلاين كلاسز فبيقدروا فبقدروا يشتغلوا وعم بطوروا على المشاريع تبعتهم فدائما بحب اني اكون سبورتر لهدول الناس الستارت عشان نكون زي كوميونتي ايد واحده مع بعض مش نكون ضد بعض لانه ممكن احنا كلياتنا نمشي تو اول سكسيد كلنا ننجح بالحياه مش يكون الموضوع مثلا احتكار بس على نور او فلان او علان فانا من الناس اللي اؤمن بالمشاركه وبالعكس التنافس حلو بيخلي الواحد دائما بده يعمل شيء جديد بالاخر رزقه <applause> كل حدا <حبيل> مكتوب <applause> <applause> حلو <applause> انت يعني عم تعملي بتعملي بتعطي كلاسز وبرضه بتبيعي الاشياء <تصفيق> <تصفيق> اللي انت يس. <applause> حلو بصراحه برافو طبعا <applause> على سيره جوا وبرا و.. وسفر وهيك بتحسي انه هذا المشروع ممكن يطلع لبره نفسه مشروعك ان شاء الله يعني عند يعني بال2023 يعني الفكره وارده جدا انه يصير عندنا فرع ثاني في دولة أخرى حلو. نحمل ماي بوتري وورلد ونكبر المشروع يعني ويصير معنا بارتنرز وناس هاي ريزوليوشن تعلموا يا جماعة كيف الناس عندهم ريزوليوشن هاي واحدة من الأهداف اللي حطيتها إن شاء الله طب نور ليه ما بتبيعيهم بس عشان يطلع لأكثر أنا بلشت أتفلسف إنه أنا عندي بزنس <تصفح> وبدي زي دويت ما, دويت ما بالعكس هي بتحب تنصح كل حدا وأنا آه. كمان أكيد في ويب سايتس بتبيع يعني الإشي بتقدر تبيعيه من الأردن لبرا Yes. في ويب, ويب سايت بياخدوا منك نسبه صغيره cool. وبتبيعي القطع تبعونك وبتوديهم انت بتغلفيهم وبتبعتيهم مع شركات شحن؟ بعتي لي اوكي والله هلا بالنسبه لي انا إنه معظم إنه... البيع تبعي عم بيكون برا الاردن يعني خليج وامريكا خلص <applause> <applause> خليج مش اهم شيء خلص خليج، اذا خليج, خليج بيشتري منك اذا خليج بيشتري منك انسي الموضوع خلص لا لا بدنا بدنا اهم الخليج لا بصراحه مش بس يعني شكلهم حلو عرفتي يعني انا حاسس انه مثلا منحوته او شغله زي هيك ببساطتها بس بالوانها ممكن تزبط مع بيت مودرن كثير وممكن ممكن تزبط مع بيت برضه صح يعني انا اول ما حكوا لي انه خزف وفخار وهيك توقعت التيبكال اللي هو اللي بنعرفه كلنا اللي هو زي اللون البني هذاك النتيجه لابسه فروه ومعها هلأ هلأ جره فيها مقي الجره بس انصدمت بس حطت الوان وجلتر و... هلا هذا الاحمر هذا هو لون من الوان الطين في الاحمر والابيض والاسود زي ما انتم شايفين اللون الاصلي ايه اللي هو الاحمر أحمر. اللي هو, هو نفس الطين الأحمر. بس انه بيجي من اصله فيه معادن اكثر بس الابيض فلت. منقى الاسود فيه منغنيز والاحمر فيه آه حديد عالي هذا لون الطين لون نفسه الطين ما غيرت فخار فيه هذا يس بعدين عملتها حصاله آه يس عملتها يس. حصاله ورجيت أيوة. تعرف شو كانت الفكره لما عملتها اني بدي احط فيها قليرات ذهب وبعدين اكسرها بس ولا ليرة يا رب دخيلك ولا ليرة ليرة ذهب. بتعرفوا هيك زي ايام زمان انه تمسكي هيك شك هاي الفخارة اللي بس يروح حدا يسافر ما بتحب تكسرها هيك وراه مثلا مالك مالك اكتشفنا عنده ما بعرف انا ليه عصبت احلاهم وهدول بنحطوا فيهم زي الستيكس تاع الورد وهيك قصص صح يو كان يو كان انا معظم قطعي ديسبلاي مش إشي للاستعمال بس ممكن اذا بدك تحطي فيها مثلا ورده او إشي يس طب ايش احلى قطعه انت عملتيها بصراحة احلى قطعه انا عملتها مش معي اليوم للاسف أوكي. هي عملت تشس شطرنج بس بس الفكره كانت تبعتها هي المميزه مش انه عملتهم او الشكل شطرنج. التقليدي للحجار تبعونها عملتها من مراحل الطين كيف انه من كتله والملك هو عباره عن الفازة إيه؟ النهائي ما احلى حلو <applause> صراحه فيري <applause> <مريك> كرييتيف طب <تصفيق> اسمعي <تصفيق> كم مره باليوم تعملي هاي الحركه تبعت تعرف... يعني عرفتيها لما تكوني عملتي آه المنحوته و... وبعدين <applause> بعدين كل حصه بتصير لانه بفعص كل قطعه لهم <applause> انا وياهم طبعا عشان ما يفكروا انه في حق بس حلو 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 <applause> هيك يلا اعملوا القطعه عشان ما يصير كمان في تعلق بينهم بين القطعه تبعتهم بنحتفظ بوحدة او تنتين والباقي بنقول لهم يلا فعصوا فبنعمل حفله تفعيص <applause> انا بدي <applause> حصه التفعيص بس تخلصوا تفعصوا قطعكم طيب ما بدي احكي كبدايه هلا، هل قد نسبة انك تغلطي او تخربطي وانتي عم تصنعي آه اللي بحكي لك ما بغلط مستحيل. لاخر آه. يوم رح نضل نغلط، يعني انا ما بعتبر حالي ماستر او انه نحكي آه... بعتبر حالي ادفانسد يس yes, بس ما بقدر اسمي حالي ماستر ان سيراميكس، بس لغايه الان بصير اغلاط، ممكن تخرب القطعه بالفرن، ممكن نلونهم ويلزقوا بالفرن جنب بعض شو بتعملي ف... فيهم؟ بنحطهم على جنب او بنكبهم او يعني هيك بس انه حلو. ما في ما في لازم في الا في اغلاط تصير بس بتصفي انك انت الاشياء اللي ممكن ما نغلط فيها تتفاداها الاشياء اللي بتعرفها بس لابد يعني انسان وبيغلط لابد من موجود بعض الهفوات حلو <applause> وقعتي قطعه دقرتيها هيك بتصير هاي الاشياء بتصير بتصير <تصفيق> بتصير باحسن العائلة بالضبط بتصير العائلة نور <applause> شكرا كثير احنا كثير فخورين انه في عنا ناس زيك واشياء زي هيك حلوه زيك الله يسعدكم شكرا كثير شرفتينا معكم <applause> ان شاء الله اكيد وبالتوفيق للبزنس تبعك شكرا شكرا وخلينا هلا نروح فاصل ونرجع لكم. اكوا جوردن احلى أقوى اي احلى مي <applause> احكي لكم نكته اسمع قبل ما تحكي لنا نكته مي كثير زاكيه والله ما هو نكته واحد يعني بتحمس اشرب مي مي بطعم البرتقال انا هاي بطعم استنى ادوق صراحه زاكيه شوجر فري يا اخوان خلوني احكي نكته فراوله نواد شوجر خلوني احكي نكته مره مي تهاوشت <applause> مع مي يا زلمه مين الاقوى انا قلت خلينا نشوف مين الاقوى بس هاي جوردن حلو حلو <تصفيق> <تصفيق> اه لقطه حلوه بس بفضل ان ننساها بعد هاي المرحله <applause> صح ايش رايكم نحضر تقرير خالد وننسى اللي صار مش تقرير مش خالد تقرير دا. لا تقرير أحضر اجيال دا. السلام اه تقرير نحضر اجيال السلام 01 <applause> <applause> يلا اللي صورته زميلتنا زين الخطيب يلا رب. تعمل هيئة أجيال السلام جيل زيرو ون كجزء من برنامج إعلام الشباب وبدعم من السفارة الأمريكية في الأردن على تصوير مسلسل شبابي من 15 حلقة بمشاركة نخبة من الفنانات والفنانين الأردنيين المبدعين والصاعدين احنّا اليوم بنصور القضية الرئيسية اسمها التغير المناخي، آه، عندنا مجموعة من ممثلين أطفال بنحكي على أو القصة مبنية على إحصائية موجودة آه، بتقول إنه بال 2100 رح يكون في حوالي 50 مليون شخص رح يهاجروا بس مش للحروب عشان فيش مي عشان في تصحر كثير عشان درجات الحرارة رح تكون كثير كبيرة، فبنحاول نطرح هاي الفكرة ونحاول نوجد حلول من خلال الأفكار الشباب آه، من خلال استخدام الأشياء أو الأدوات اللي بحبوا إنهم يشوفوها بتعرفي الأفلام المسلسلات، إشي كثير مهم بيأثر فينا بيعت بيعطينا دافع انه احنا ممكن نغير بالهمنا انه نغير اشياء بالمجتمع تبعنا فمن خلال الفكره هاي بنحاول نطرح قضايا بواجهوها الشباب عشان يقدروا يحلوها كل هاي الحلقات راح تكون موجوده على منصه اسمها جيل زيروان وهي منصه تفاعليه فيها محتوى ايجابي بشجع الشباب انهم يقدروا يعملوا تغيير بالمجتمع احنا كثير مبسوطين في معنا اشخاص اول مره بيمثلوا من الشباب وهذا شيء كثير مهم انه نعطيهم فرصه ويحاولوا يعطونا تجربه جديده في اشخاص ثانيين عندهم فكره او عندهم خبره مسبقه كممثل رئيس عناد بالمسرح بالافلام والمسلسلات فاحنا مبسوطين كثير في كمان بتعرفي المسلسل بياخذ احداثه بال2100 فشويه كان مواجهتنا صعوبه في الملابس الاشياء تبعت المستقبل فكانت واحدة من التحديات صراحة قدرنا نتخطاها حاولنا نعمل أشياء بتصورنا بعد مئة سنة كيف ممكن تكون الأشياء وإحنا كثير مبسوطين في الست أنا عمل دور شخص اسمه معتز موجود بالمستقبل هذا الشخص هو بيكون موجود بمتحف لأهم الأشياء اللي انقرضت خلينا نحكي بالمستقبل في حالة ظل الوضع البيئي اللي إحنا عم لمراحل صعبة كثير ف... فأنا بكون مرشد بمتحف للحضارة الموجودة بالكون في حال انقرضت والله صراحة أنا حكوا معي من جهة أجيال السلام وهذا العمل أصلا مدعوم من, من أجيال السلام مدعوم من السفارة الأمريكية حكوا معي فريق الإنتاج وهم أصدقاء لي وبعثوا لي النص وبعد ما قرأت النص حسيت حالي متحمس كثير إني أعمله خصوصا أنا معني كثير بهذه القضية بشكل شخصي حبيت اشتغلها انا اسمي سمر بالمسلسل وهي بتكون يعني بتستكشف الاشياء وبتستغرب من الاشياء مع انه كان جدها بصنع اكياس وكاسات وهيك بس المصنع هو كان مصنع بلاستيك أنا شخصيتي بالمسلسل كانت شخصية فضولية وبتحب تستكشف وتتعرف على أشياء جديدة، هذا المسلسل بيحكي عن المناخ والتغيرات المناخية اللي بتصير بحياتنا أو بتصير بالجو، طبعًا بتأثر على حياتنا وبتأثر على المجتمع اللي احنا فيه وعلى الجو كمان. يتناول المسلسل ثلاث مواضيع مختلفة تهم الشباب الأردني وهي الصحة النفسية، تمكين المرأة والمناخ. باسلوب ابداعي وشبابي مشوق يستعرض المسلسل هذه المواضيع ضمن سرديه ايجابيه تحث الشابات والشباب في مجتمعنا على البحث عن حلول للقضايا والتحديات التي تواجههم 2100 بكون عمري 95 سنة ان شاء الله إذا عشتي ان شاء الله طولت <applause> عمر أكثر الله يسعدك 200 ان شاء الله تعيشي يعني <applause> لا ما بدي أعيش للقد يعني بس تعيشي لحالك 200 سنة ما حدا يكون عارفك بحس دانا لازم تكون بهذا التقرير <applause> هسا <فيه تصفيق> في في حدا أهم نسأله مخرج آه صح, صح 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 عمر كيف حالك؟ شو رأيك بفكرة؟ أستاذ عمر احكي لي عن حالك شوف أحكي لك شغلة إذا زبطت معاهم يا رب التوفيق رح تكون نقلة نوعية لانه هاي الافلام والمسلسلات الفيوتشرستك صراحه بتضرب مع جيل هلا صراحه انا بحس رح يطلع يعني حلو. انا بتحمس احضر هيك إشي صراحه تشوف ايش الناس ايش بتفكر على المستقبل بعدين هدول الناس من الاردن تخيل يعني صح. بس صح. نشوف امريكا اه اصلا عندهم تكنولوجيا غير لا هدول من الاردن بحكي لك اكثر شيء تعبنا فيه واحنا بندور على واعي فيعني انا حاسس رح يطلع إشي سفاح وان شاء الله تخيل زي هيك سيارات طايره انا 2000 واللباس بضوي اه مش حاسه هيك انه جينز وهيك لا لا بحس جد الاواعي غير يعني هو معاه لما حكى اكثر شيء تعبنا فيه الاواعي والله بس هسه حسن... طبعا فكره احنا كل عمرنا اواعينا متطوره مش متذكرين البوت كنا نكبس عليه ودوي مين احنا بس عشان اكون آه احنا الجيلنا. هو هو جيلنا جيلنا ما كان عندك ايوه دائما انت أنا صانع, أنا صانع الألعاب <applause> خلينا نحكي عن خط جيلنا للشباب لأنه إحنا جيل شباب زين بتوفر خطوط جيلنا للشباب بعروضها المميزة والمتخصصة للفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة بتوفر باشتراك مدفوع مسبقا مع حزمة 20 جيجا بايت انترنت وحزم انترنت إضافية تراكمية بتوصل لغاية 10 جيجا بايت، يعني بمجموع 30 جيجا بايت انترنت ومكالمات ورسائل محلية غير محدودة، بالإضافة لخصومات وعروض حصرية عبر تطبيق ميزة على المطاعم والكافيز اللي بتحبوها وغيرها من محلات الترفيه والتجميل والتسوق، فقط باشتراك 8 دنانير للمزيد من المعلومات تقدروا تزوروا موقع جيلنا سنة لا جيلنا دوت جو دوت زين دوت كوم او الاتصال على رقم زين واحد اثنين ثلاثة أربعة لخدمات المشتركين صارت تعمل نفس الحركة برافو انت قلت لي عنها فزك فزك انت قلت لي لازم تطورت. تطورت. جماعة بحب احكي لكم انه احنا وصلنا نهاية حلقتنا الأولى بالسنة الجديدة إن شاء الله لكم تكون سنة حلوة إن شاء الله ولك كمان المشاهد يا خالد. كمان لكم هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا بنشكر كل اللي تابعونا على شاشة عمان تي في وبنحكي لكم انه تابعونا اكثر شوفونا اكثر عشان تعرفوا مين نجم الشهر اللي اللهم يا رب حدا ثاني غير دانا خلصونا عاد ان شاء الله يا رب جودكم معنا رح يخلي السنه الجديده احلى واحلى نتمنى لكم تحققوا كل شيء بتحبوه نلتقي اه انا كل احد أنا. <تصفيق> زهد <تصفيق> زهد <تصفيق> <على> ساعة الساعه 7 مساء على عمتي <إيدي. تصفيق> <applause> <applause> <applause>